صبحك الله بالخير يا محمد. صبحك الله بالنور والسرور. يلا حيه حيه العين يا محمد. الله يبقيك ويعافيك. ابو فزاع معك محمد المسعود. مرحبا ومسهلا محمد. صباح الخير. صبحك الله بالنور. ارحب. شلونك يا بلقى الحياه؟ الله يبارك فيك طول عمرك. كيف حالك؟ طيب يعني بداك طول عمرك. اهنيك على التدشين اللي صار اليوم. الله يسلمك. وبشوف محمد سلم. انا بقول اربع اشياء ايجابيه فيك من باب التعزيز، وبقول شغله إيه؟ ما هي بسلبيه لكن استفيد منها محمد ولا تاخذها سلبيه. الشغلات عندك مشكله؟ ابشر. الله يعطيك. اهنيك على تجددك محمد وتغيرك تماما، وسبحان الله وكان المطر يوم جاء كانه يعني كانك نبت من جديد. هذا فضل ربي. الحمد لله. الامر الثاني تملك خامه صوت صراحه، اي شاعر او اغلب الشعراء يتمنون انهم يعني انك تتغنى بقصائدهم. جل وعليك الجنه. وتوقع في شاعر راح تتفاجئ منه لانه قال قصيده فيك ويتمنى انك تأول انه يحلل لك شيلاته كلها كامله. على خشمي. اما الامر الثالث حضورك تغير وصرت اول، بدل ما هو صوت الان حضورك كان صار جميل، وصرت اي جلسه تكون موجود فيها محمد تثريها بحوارك وبخفه على قولهم دمك ولطفك. الله يسعدك. الحمد لله. جميل؟ الحمد لله. مره انت مره تمام. صح. يا ممتاز. اللي كنت اتمناه اليوم كانت لايف الشيله ولا تسجيل؟ لا بلاي باك الشيله. طيب اوكي بس هذه. ايه. تكفى محمد. لو تبيها لايف بكره بنفس الاداء ابشر بالسعد. احلى. الحمد لله. ايه. يا محمد انت اذا 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 انشدت لايف انت اعطيت نفسك اعطيت الاذن طرب واعطيت نفسك مساحات. يوم تروح في البلاي باك ذا والتسجيل سبحان الله تحجم يا محمد. انا معك لكن كاعلام كتدشين لازم يكون شيء محفوظ، يعني بكره لو واحد يبغى يدورها كل شوي اروح يمكن يدق علي يقول اعطنيها لايف، لازم يكون شيء مسجل وشيء موثق وشيء محفوظ. يعني لو الامر بيدي في برامج الواقع ما يشتغل ولا بلاي باك. لو الامر بيدي انا البلاي باك ترى تخرج من الواقع تماما. خليني اقول الكلمه هذه، انا من المدرسه اللي ما ترى اصلا صوت يطلع في البرنامج نهائي لا سبيكر ولا بلاي باك، لان اذا جاب بلاي باك وش يعني؟ يعني انه في تسجيل ما في واقع، صارت فقره يعني. لو الامر بيدي انا غير كذا اليوتيوب مكتبه انشد يا حبيبي الناس تسجل وتنزلها، لكن هذا ما يعني ان الشيء مو بجميل، هي ملاحظه لك وللزمن يا حبيبي. لان انا اقول لك بس معلومه ان مشروعي اللي قدمته في زد فرصتك اني ادشن اعمال في قريه زد رصيدك، يعني كنت بعطي بس العالم اني في مشروعي ما نسيت ابد. كل شيء يتغير، كل شيء يتغير، يعني انت دخلت الان شفت الواقع وشفت البرامج، محمد صوتك جميل مره ما تحتاج الا تسجيل. الله يطول عمرك. شكرا دكتور فارس. حبيبي محمد سم برق الحياه يا مرحبا. ارحب الامير. ارحب جعلك تسلم. الله يبارك فيك. البركه التدشين. الله يطول عمرك يبارك فيك. وتملك فخامه صوت من اجمل الاصوات الموجوده في زد رصيدك سته. ما شاء الله. سام على صدري يا دكتور. جعلك تسلم والله يوفقك بس اهنيك بالتدشين طبعا. جعل والدك الله يقويك وبغيرها ان شاء الله. جعلك تسلم. الله يقويك يا محمد جميل دائما ومبدع. ليه تكون منعصب بعد زد باراتك طلع التدشين اليوم اللي بعده؟ خلاص انا معصب ان شاء الله. الله ييسر امرك يا محمد وموفق. ترى خالد محمد يبيك يا زياد. تحت امرك عطنا اياه اذا المايك راكب. طيب.